السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا يعني هذه الجائزة تحصل عليها يعني السيد عبد العزيز بوتفليقة في 2010 بعد تأهل الجزائر إلى كأس العالم في 2010 كوب دافريك، يعني والإنجاز الكبير يعني لقفزة النوعية اللي دارتها الجزائر بعد ما غابت على كأس العالم يعني من 86 وزيد فاني كانت غايبة كلية على لافريك، يعني 2006 مكاشي في كأس إفريقيا، 2008 مكاشي في كأس إفريقيا مباشرة، وين وصلت دومي فينال كوب دافريك وراحت وكاليفي كوب دي موند، دومي فينال كوب دافريك وكاليفي كوب دي موند. كاين بعض الشوادة اللي بغاو يساهمونا باللي كرة القدم بدات من 2019، هذه اللي ما نقبلوهاش، خاطر الجزائر عندها تاريخ، عندها تاريخ في الرياضة كذلك. كاين الناس اللي جاو في 2019 بغاو يساهمونا، بغاو يبداو من 2019 وقلع، الآخرين كاع مكاشي. هذه هي حنا وين دي الجائزه، هذه وين الكاف وين منحوا جائزه للملك محمد السادس وعرضوا عليه لحضور للحفل التتويج. وين حنا ذاك الوقت وين فانيك سيد عبد العزيز بوتفليقه وين داروها في السنغال وطاوه جائزه وين جابها السيد الحاج محمد راوراو انذاك ويقدمها للسيد عبد العزيز بوتفليقة. ربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه رحموا عليه. وينوجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة باتريس مونتيبي دعوة للملك محمد السادس لحضور حفل الكاف برواندا من اجل استلام جائزة انجاز المتميزة لعام 2022. شوف انا ما بدي يجي واحد يقول لك مونتيبي مشاكل ومونتيبي، خاطر جات انا واحد انا بس نصحوا لكم، كان يجي يقول لك باللي اليوم كاين اجتماع، اليوم كان والو، البارح كانوا في حفل في 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 باري توزيع الجوائز، كان مونتيبي كان لقجع كانوا كاع فماك، يعني اليوم كان والو. اليوم انا تواصلت مع صديق تاعي وهو اعلامي مصري يخدم في لاكاب، قلت له قال لي ما كان والو، قال لي الهضره، قال لي راني قال لي رسلني، ارسلت له باللي يا ودي اعلامي تاعنا هنا اش راه يهضر واحد اعلامي هنا في الفيسبوك يهضر، ارسلت له قلت له قال لي ما كاش من هذه، قال لي ديجا قال لي معطين انفيتاسيون للملك محمد السادس وهو الرئيس تاع مع شكون هو، قال لي باش يحضروا تاع رواندا، قال لي باش يحضروا يعني ويعطوهم جوائز. وبعث الكاف برئاسة موتسيبي بدعوة خاصة إلى الملك محمد السادس من أجل استلام جائزة الإنجاز المتميزة وهو والرئيس رواندا بول، حيث سيتم منح جائزة من طرف الرئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي يوم الثلاثاء 14 مارس المقبل برواندا. الحفل وحسب يعني الاتحاد الافريقي لكرة القدم سوف يعرف حضور كذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انفرتينو وضيوف اخرين وشخصيات رياضية وسياسية. وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي والفيفا برئاسة انفرتينو عبروا شخصيا يعني كثير من المرات على شكرهم لكل ما يقدمه الملك محمد السادس لتطوير كرة القدم بإفريقيا ومساهمة يعني المساهمة الكبيرة في الرياضة الإفريقية. كاين بزاف اللي يقول لك تهدر كيما هكا، يعني اللي بيناقر شوبير يروح يناقر سيدهم، سيدكم على بالك راه بوطا على الركراكي وعلى اشرف حكيمي وعلى بونو، شوف تهضروا معنا حنايا، هاي راه وين راهي، شوف هاي راه وين راهي، عامل سلول باينها ولا ولا،
راني نقول لكم يا ودي، انا من جهتي نتكلم واش كاين انا كيوتيوبرز، يعني وين نتكلم على الاخبار، نتكلم على كره القدم، نتكلم على اي حدث، على اي حدث نتكلم عليه. تيستايا غادي تجي تقول لي لا وهذه راه على هضرتها من بعد، تبان لي بلي ما هضرتش انا، تبان لي بلي ما درنا والو حنايا. حنا نتكلموا ونقول لكم ونعاود لكم، هذه الجائزه تحصل عليها السيد عبد العزيز بوتفليقه في 2010. ربي يرحمه، ربي يرحمه، ربي يرحمه. يعني اليوم رانا نعيشوا في الانجازات تاع السيد عبد العزيز بوتفليقه، ان شاء الله بربي، وربي كما يقول لك ربي يوسعها عليه ويكون من رفقائه، يكون مع رفقائه الشهداء والمجاهدين المخلصين لهذا البلد. هذه يا خويا حاجه واحده اخرى، احنا ما كما يقول لك اما لا يا تشوف كيفاش وين هذه، باش الناس ما يجوش يقول لك باللي موت سي بي ومنا منا، ما كاش هذه تاع موت سي بي، وهذه انتم راكم غالطين جماعه، راكم غالطين. موت سي بي يضرب على صوالح، هو موت سي بي عنده اكبر شركه افريقيه في المغرب، راك مهبود انتم راكم، والله ما راكم قالبين كاع شكاين. الناس هي ساكته، كي تشوف نتايا في المغرب ساكتين، يعني هادو المسؤولين تاع كرة القدم راهم ساكتين، ماهيش سهلة صاحبي. شوف كيفاش وين غادي يقدم له الجائزة، يمكن توالي 14 مارس يعلنوا على البلد اللي غادي ينظم كأس إفريقيا. شوف على هادي نقول لكم يا ودي، واحد بنادم ما يتقلقش، مازال تنا خدمة. وانتم تعرفوا من الذي أضعف الاتحادية الجزائرية، راكم عارفين شكون اللي أضعف الاتحادية الجزائرية صاحبي، راكم كاع عارفين من هو الذي أضعف الاتحادية الجزائرية، كاع تعرفوا شكاين، أنا نقول لكم كاع عارفين شكاين، هذه باش يكون على بالكم، جوش اليوم نكسروا لنا، كل واحد يدخل في قشورة، هذه هي، كل واحد يدخل في قشورة. جوش احنا على بالنا ان بالجزائر شكون الذي اضعف الاتحاديه الجزائريه، وشكون اللي افقر الاتحاديه الجزائريه. الناس كانت تدي 3,700,000 أورو في العام، 3,700,000 أورو في العام، وكانوا يدوا مليار من الشهر للشهر. هذه خاطئه كاع زياده، هذه بونيس، هذه بونيس، هذا مين يجيب يخوي شكار، يخوي يجيب دوم شكار يمدو مليار. وشكون اللي كان يديه؟ يقول لنا شكون اللي كان يديه؟ خاطر نهار اللي هدر على الحاج محمد راوراوا يعني، وطرحوا السؤال على زتشي، زتشي مسح بلسانو، مسح شواربو، شواربو يبسو، عرف بلي المعلومه راهي خرجت. هذه هي خويا، نقول لكم يا ودي واحد لازم كل واحد يكذب حساباته، عادي نقولوها لكم، ما هي سهلة. ما هي سهلة خويا. وحنايا نشكر المدرب المنتخب هذا المشرف الذي صوت على بلد عربي، يعني ما كاش كان والو، صوت على حد لي يعرفهم عرب، سبحان الله. هو اصلا قدام كوب دافريك قال لكم غادي ناصر المغرب، المدرب هذا قال لكم انا غادي ناصر المغرب، يعني ما كاش مشكل. من الحق هو حر هكا في خطره اخرى من القدام، ما تعايلوش يا زيد وهيب ولا حاجه، نتوما اللي مقصرين باللي الوطنيه تتفرفر عندكم. هذه يا اخويا وبوطا يعني القلب، من الحق هو سبحان الله. تصويت صوت، كان عارف بلي التصويت غادي يخرج للعلن، صوت. هذه هي، الله يسهل على كل واحد، حنا كل واحد دو حر، يعني كل واحد دو حر في التصويت تاعو. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله ديما معكم بالجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، سعيدكم.